كلمة، ثم بعد ذلك سيقدم عرضا وعبارة عن جرد كما قلت لحصيلة تدخلات الوقاية المدنية بإقليم أسفل، ومع تقديم مقاربة مقارناتية لهذه الخمس سنوات اللي مرت قبل اليوم. اللقاء هو كما كتعرفوا هو تحت شعار التقنيات المبتكرة في خدمة الوقاية المدنية. تفضل السيد رئيس الوقاية المدنية قائد إقليم. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وصحبه أجمعين. السيد عام صاحب جلالة إقليم آسفي، السيد الكاتب العام لعملة إقليم آسفي، السادة النواب البرلمانيون، السادة رؤساء المجالس والجماعات، السيد رئيس المجلس العلمي المحلي، السادة رؤساء المصالح العسكرية والأمنية الإقليمية، السادة رؤساء المصالح الخارجية الإقليمية، السادة ممثلي المجتمع المدني وممثلي المؤسسات التعليمية والمنابر الإعلامية، السيدات والسادة الحضور الكريم كل باسمه وصفته والتقدير الواجب له. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، فبمناسبة الاحتفال اليوم العالمي بالوقاية المدنية الذي يتزامن مع فاتح مارس بكل سنة، أصلة عن نفسي ونيابة عن جميع أفراد الوقاية المدنية التابعين للقيادة الإقليمية بإقليم أسفي، يسعدني أن أرحب بكم وأشكركم على الحضور لفعاليات الأبواب المفتوحة المنظمة من طرف المديرية العامة للوقاية المدنية. السيد العام المحترم، أيها الحضور الكريم، لقد اختارت المنظمة الدولية للحماية المدنية كشعار للاحتفال باليوم العالمي للوقاية المدنية لهذه السنة التقنيات المبتكرة في خدمة الحماية المدنية، وذلك لما شهده العالم في الآونة الأخيرة من تقدم ملحوظ في التكنولوجيا التي تمكن من تعزيز كفاءة وفعالية عناصر الوقاية المدنية وتحسين قدراتها على مواجهة الكوارث وحماية المواطنين بشكل أفضل، إذ يوفر البحث العلمي في مجال التكنولوجيا للفاعلين في مجال الوقاية المدنية حلولا مبتكرة تسمح لهم بتحسين الاستجابة أثناء حالات الطوارئ. ومن أجل إنجاز المهام الإنسانية المنوطة بها على أفضل وجه، تستعين مصالح الوقاية المدنية بإحداث الوسائل التكنولوجية في مجال رصد الأخطار والتأهب للكوارث. على سبيل المثال إلى الحصر، أجهزة الاتصال عبر الأقمار الصناعية المدمجة في شاحنة مركز القيادة المتنقل لتنسيق التدخلات في حالة الطوارئ في المناطق المعزولة التي لا تغطيها الشبكات الأرضية، والطائرات بدون طيار أو الدرون المستخدمة في البحث والاستكشاف في المواقع التي يتعرض الوصول إليها لا سيما أثناء حرائق الغابات أو الانهيارات، دون أن ننسى جهاز السونار متعدد الحزم لتحديد مواقع الغرق المحتملين تحت الماء، بالإضافة إلى وسائل أخرى مجهزة ببرمجيات الجيل الجديد كنظم المعلومات الجغرافية أو السيل مثلا. فالتقنيات المبتكرة في مجال البحث العلمي تستجيب للتحديات الرئيسية للوقاية المدنية في مجال تقييم المخاطر والوقاية والإعداد والاستجابة، إذ تمكن هذه الأخيرة من تحسين قدراتها من أجل الصمود في وجه الكوارث الطبيعية والحوادث المختلفة، مما يضمن مستقبلا أكثر أمنا ومرونة واستدامة للأجيال القادمة. السيد العام المحترم، أيها الحضور الكريم، إن الهدف الرئيس من وراء اعتماد يوم عالمي خاص بالوقاية المدنية من طرف المنظمة الدولية للحماية المدنية، إضافة للتنويه والإشادة بالدور الكبير الذي تطلع به أجهزة الوقاية المدنية في الاستجابة للطوارئ وحماية الأرواح والممتلكات والبيئة من الأخطار والكوارث الطبيعية والحوادث البشرية المختلفة، هو تذكير وحث للدول بشكل مستمر من أجل إيلاء الاهتمام الكافي بالوقاية المدنية والعناية بها وتوجيه الدعم اللازم لها لكي تقوم بدورها الحيوي والنبيل على أتم الوجه. فأهمية هذا القطاع الحيوي الذي يقدم خدمات جليلة للمجتمع تظهر بشكل خاص خلال الأزمات والكوارث الكبرى، خصوصا تلك التي تحدث دون سابق إنذار وتسبب خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات. وهنا نستحضر الزلزال الذي عرفته منطقة الحوز في شتنبر الماضي،
والذي أودى بحياة آلاف الضحايا وخلف خسائر مادية جسيمة في المباني والممتلكات والبنيات التحتية، إذ أن مصالح الوقاية المدنية إلى جانب القوات المسلحة الملكية ورجال وأعوان السلطة والدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة والأطقم الطبية وغيرهم من المتدخلين كانت من بين الأجهزة الفعالة في مواجهة تلك الكارثة الطبيعية، وكان لها دور حاسم في عمليات الإنقاذ وتقديم الدعم والمساعدة وإيواء المنكوبين والتخفيف بذلك من حدة الكارثة على المتضررين. وإذا أخذنا بعين الاعتبار التقلبات المناخية الأخيرة وموجات الحر والبرد الناتجة عنها وما تخلفه من كوارث، أصبح تطوير جهاز الوقاية المدنية أكثر من أي وقت مضى أمراً ملحاً ومن الأولويات القصوى نظراً لانعكاساته الإيجابية على أمن وسلامة المواطنين، إلى جانب استغلال ودمج التقنيات المبتكرة في إدارة المخاطر والكوارث استجابة لتوصيات المنظمة الدولية للحماية المدنية، ومع تضافر جهود جميع المتدخلين وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل التدبير الأمثل للكوارث والحد من آثارها. هذا دون أن ننسى أنه بالرغم من المجهودات المبذولة والتقدم الحاصل في مجال تدبير الكوارث في بلادنا، فإن الأمر لن يكتمل بدون نشر ثقافة الوقاية من الأخطار والكوارث وتكثيف البرامج التحسيسية الموجهة للمواطنين وللمواطن بحثه على تغيير سلوكه تجاه المخاطر واتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية لتفادي وقوع الحوادث اليومية المختلفة. السيد العامل المحترم أيها الحضور الكريم، كما جرت العادة فإن المديرية العامة للوقاية المدنية تفتح أبواب جميع وحداتها الترابية عبر المملكة في فاتح مارس من كل سنة في إطار استراتيجية والتواصلية مع المواطنين، وهي مناسبة لترسيخ ثقافة التعامل مع المخاطر لدى المواطن وتشجيعه ليكون فاعلا في الحفاظ على سلامته الشخصية عبر تنظيم المناورات المتعلقة بتدخلات الإنقاذ والإغاثة وكيفية إطفاء الحرائق وتقديم ورشات الإسعافات الأولية وعرض الوسائل اللوجستيكية والمعدات المستخدمة في حالة الطوارئ، بالإضافة إلى جرد حصيلة أهم التدخلات المسجلة سنويا من طرف مصالح الوقاية المدنية. كما تقوم هذه المصالح بالتواصل مع المواطنين وتوعيتهم بالمخاطر المحدقه بهم مع عرض أشرطة تحسيسية وتوزيع منشورات ومطويات تحتوي على تعليمات السلامة اللازمة لتفادي بعض المخاطر المرتبطة بالحياة اليومية للأشخاص. السيد العامل المحترم أيها الحضور الكريم، نجدد شكرنا لكم على الحضور وعلى العناية الخاصة التي ما فتأتم تولونها لهذه الهيئة وعلى الدعم الذي نلمسه من جنابكم في مختلف المناسبات، مؤكدين على الاستعداد التام والتأهب المستمر لمواجهة مختلف الكوارث الطبيعية والحوادث اليومية المختلفة، وأن رجال هذا الجهاز سيظلون يعملون بكل جهد ونقران للذات في سبيل خدمة هذا الوطن العزيز تحت شعارهم الخالد الله الوطن الملك. وفي الأخير نود أن نختم هذه المناسبة الاحتفالية لرجال ونساء الوقاية المدنية لنؤكد لكم أن جميع عناصر هذه الهيئة من ضباط وضباط صف وأعوان إغاثة وأطباء وممرضين وأطر مدنية يجددون ولاءهم وإخلاصهم للسدة العالية بالله جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، دعين الله عز وجل أن يحفظه ويديم عليه موفور الصحة والعافية وأن يقر عينه بولي عهده الأمير المحبوب مولاي الحسن ويشد أزره بصاحب السمو الملكي الأمير المولى الرشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. باش يوصلكم جديد ديال آسفي الآن، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.